السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم إخوة الكرام؟ أحوالكم إن شاء الله تكونوا بالخير والعافية. في الحقيقة هذا الموضوع الذي أريد أن أتحدث عنه هو موضوع مهم جدا لكل مستخدمي حساب الفيسبوك. لماذا بالضبط؟ لأن العديد يتم سرقة البيانات الخاصة به أو سرقة حساب الخاص به. المهم يتم اختراق الفيسبوك الخاص به من طرفه هو شخصيا، يعني هو من يكون سببا في اختراق حسابه الشخصي. يعني هناك العديد من الأسباب، ولكن من بينها سبب يعني لا أحد تقريبا يشك في ذلك، وهو عن طريق تطبيقات أو مواقع أو برامج يتم الاشتراك عبر الفيسبوك. كيف يكون ذلك؟ يعني لتكون حريص 100%، فكما تلاحظون مثلا أنا اشتركت مع موقع مثلا خاص بالألعاب، هذا كافتراض فقط. فبعد ما اشتركت طلب مني الانخراط عن طريق جوجل أو الفيسبوك أو شيء آخر، تمام؟ فأنا اشتركت عن طريق الفيسبوك، ثم يعني أرسل لي رسالة من الفيسبوك بالضبط أنه سوف يكون عن طريق هذا الشخص، سوف نشترك معك إلى آخره ونقوم بإرسال لك إلى آخره. هذه العملية بالضبط، لا أقول 100% أن هذه المواقع سوف تكون سببا في اختراق حسابك الفيسبوك أو التطبيقات أو البرامج، ولكن واحد نسبة مئوية سوف تكون سببا في اختراق، يعني كم شخص تم اختراق حسابه أو سرقته عبر هذه الطريقة التي أتحدث عنها. يعني حاول ما أمكن ألا تشترك. هناك مواقع صادقة مثل هذا الموقع مثلا فهو صادق أعرفه، ولكن على أي، هناك يعني المواقع تطالبك بالاشتراك عبر هذه الطريقة عبر برامج أو تطبيقات للعب أو شيء من هذا القبيل، هذا فأنت توافق على أنه يستطيع أن يتحكم في حسابك الشخصي. لهذا بارك الله فيك، إذا كنت غير متأكد من الموقع 100% ولا تعرف ولم تقرأ السياسة والشروط الخاصة به، فعدم الاشتراك، لأنه سوف يكون سببا في اختراق حسابك الفيسبوك، وسوف يعني يتسرب، يعني سوف يقوم بتسريب معلوماتك الشخصية إلى آخره. وأعتقد هذا هو الدرس وهذه النصيحة التي أريد أن أقدم لكم باختصار وعجالة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.